ما زالت حقيقة مجلس القيادة الرئاسي ضبابية بالنسبة لمواجهة الميليشيات الحوثية، والمشهد يسوده الغموض لا سيما بعد أحداث أبين وشبوة الأخيرة، ونجاح القوات المسلحة الجنوبية في دحر جماعة الإخوان، واتجاه الأنظار نحو وادي حضرموت الذي لم يحرر إلى الآن. نبدأ نشرتنا الإخبارية بمحورنا لهذا اليوم، ضبابية المشهد لقيادة المجلس الرئاسي. أهلا بكم. ولاية مجلس القيادة الرئاسي تنتهي وفقا للحل السياسي الشامل الذي تأخر كثيرا، ولا زال الوضع المعيشي للمواطن يسير من السيء إلى الأسوأ دون أي معالجات ملموسة. أمال المواطنين خابت في المجلس الرئاسي، وكل عضو فيه له أهداف تختلف عن الآخر، وبحسب ما يراه المراقبون أن قوى الإخوان أظهرت للعيان مدى تجذرها في عمق الدولة بعد تنصلهم عن محاربة الميليشيات الحوثية الإرهابية وكشف عدائهم التاريخي مع الجنوب خوفا من فك الارتباط. وجه رئيس حكومة المناصفة الدكتور معين عبد الملك الأجهزة العسكرية والأمنية في محافظة شبوة بتكثيف جهودها لمواجهة تحركات الخلايا الإرهابية وملاحقة عناصرها وإفشال مخططات ميليشيا الحوثي الإرهابية لاستهداف المواقع الحيوية وزعزعة الأمن والاستقرار. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه مع محافظ شبوة رئيس لجنة الأمنية في المحافظة الشيخ عوض بن الوزير. أكد من خلاله أن الحكومة تدعم كل جهود السلطة المحلية وأجهزتها العسكرية والأمنية للتصدي للعمليات التخريبية والإرهابية الساعية لإرباك المشهد الأمني في شبوة، مشددا على تعزيز العمل والاستخباراتي لكشف العناصر والخلايا الإرهابية وإفشال مخططاتها وملاحقة كل من تسول له نفسه بالمساس بأمن واستقرار المحافظة وتقديمهم إلى العدالة القانونية لينالوا جزاءهم العادل والرادع. وكانت الحكومة اليمنية بحسب المتابعين قد تنصلت في وقت سابق عن محاربة ميليشيات الحوثي التي سيطرت على بعض من مديريات شبوة، ولم تدعم جهود القوات المسلحة الجنوبية في تطهير المحافظة من بؤر الشر والإرهاب. يتواصل التصعيد الشعبي السلمي بوادي وصحراء حضرموت ثباته في المطالبة بحقه الشرعي في حماية وتأمين أراضيه من خلال رحيل قوات المنطقة الأولى التي ظهرت مؤخرا في صراع بين قيادتها الموالية لجماعة الإخوان. كشف حقيقة التفجيرات الأخيرة بالوادي والصحراء، وذلك للسيطرة والاستحواذ على المخصصات المالية التي يتم أخذها تحت غطاء تأمين المقطورات النفطية المستنزفة للثروات حضرموت بحسب ما يراه مراقبون للشأن المحلي. ما زال التصعيد الشعبي السلمي ثابت لدى أبناء وادي وصحراء حضرموت. هنا حفل فني وخطابي نظمه انتقال وادي حضرموت تحت شعار ترسيخ رمزية الجنوب بين أوساط الجماهير، ليؤكد على تمسكهم بحقهم المشروع في حماية وتأمين أراضيهم وعدم الرضوخ عن قرار رحيل قوات المنطقة الأولى التي بات رحيلها مطلب شعبي حضرمي. عملية التصعيد ستستمر حتى خروج المنطقة العسكرية الأولى من الوادي والصحراء، وكمان
لا ننسى بأنه لدينا خطوات موجودة قاعدة خلال هذه الفترة المتبقية التي أعطيت في مدينة الخلاص. فنحن مجموعة نساء حضرميات اليوم نتعاهد على أن نكون في أول الصفوف ويكون تصعيدنا مستمر إلى حتى نقول حصلنا على دولتنا وحقوقنا، ولا ننسى أيضا دم شهدائنا الذي هدر من أجل هذه المطالبة. نأمل من الكل أن يستمر في التصعيد ولا يثنو أي أحد ويكونون دائما على حب الاستعداد. صراع عنيف لقوات المنطقة الأولى الموالية لحزب الإصلاح فيما بينها البين وصل لحد زراعة العبوات الناسفة والاستهداف الهمجي دون الاكتراث لحياة المواطنين، كل ذلك لأجل من يفوز بالهيمنة في السيطرة والاستحواذ على المخصصات المالية الضخمة التي يتم أخذها تحت غطاء تأمين المقطورات النفطية الناهبة لثروات حضرموت نحو مصافي الشمال، الأمر الذي كشف حقيقة التفجيرات الأخيرة بالوادي والتي ادعت تلك القوات أن هناك من يستهدفها. بالنسبة للانفجار هذا بالنسبة لنا يعني ليس غريب علينا، وهذه أفلام معروفة لدى الشعب ولدى الجماهير، كونهم ضاغطين على خروجهم من المنطقة العسكرية الأولى، كونهم لم يريدوهم، كونهم يريدون أن يتخلصوا من أثكانهم التي هم فيها، فبالتالي لا ليس غريب علينا أن يعملون مثل هذه الانفجارات ومثل هذه الفبركات التي لا تخيفنا يعني، وإنما هم الآن في مراحلهم الأخيرة يلتقطون آخر أنفاسهم. محاولات بائسة وفاشلة تسعى إليها قوات الفيد والنهب بالمنطقة العسكرية الأولى مع أدواتها الإخوانية لإبعاد الأنظار عن وادي حضرموت عبر تنظيم اللقاءات الحزبية والقبلية تحت غطاء حقوق حضرموت لأخذ حريتها في السيطرة على الحقول النفطية وضمان عدم خسارتها ما تبقى لها من منابع تزخر لها بالأموال بعد فقدانها حقول النفط في محافظة شبوة. اختتم المبعوث الأممي لليمن السيد هانس جرودبريغ زيارته للعاصمة العمانية مسقط التي التقى خلالها بكبار المسؤولين في سلطنة عمان ورئيس الوفد التفاوضي لميليشيا الحوثي الإرهابية. وقال حساب مكتب المبعوث الأممي الخاص لليمن في تغريدة على حسابه في تويتر أن المناقشات ركزت على سبل تجديد الهدنة ومواصلة إحراز تقدم نحو تسوية سياسية للنزاع في اليمن. هذا ولازالت المباحثات الأممية والدولية جارية مع جماعة الحوثي الإرهابية لإيجاد حل للأزمة اليمنية في ظل استمرار الجماعة المارقة برفضها لكل مبادرات السلام وتهديدها لأمن واستقرار المحافظات الجنوبية وخطوط الملاحة الدولية، وكذا استهداف المنشآت الحيوية والسيادية بالطائرات المسيرة الإيرانية. نشراتنا الإخبارية متواصلة وفيها أيضا: رئيس حكومة المناصفة يناقش سير الإصلاحات في الجوانب الضريبية والجمركية. توقيع عدد من الاتفاقيات في العاصمة عدن ضمن مشروع استخدام الطاقة المتجددة لتحسين جودة الحياة في 5 محافظات. محافظ حضرموت يطلع على احتياجات بعض المديريات والمكاتب التنفيذية والمشاريع بالمحافظة. أهلا بكم من جديد. في العاصمة عدن ناقش اجتماع برئاسة رئيس حكومة المناصفة الدكتور معين عبد الملك سير عملية الإصلاحات في الجوانب الضريبية والجمركية ضمن خطة الحكومة لتعزيز الإيرادات العامة وضبط عمليات التحصيل. وطلع الاجتماع بحضور وزير المالية سالم بن بريك على شرح من رئيسي مصلحتي الجمارك والضرائب على خطة المصلحتين وما تم إنجازه خلال الفترة الماضية من العام الحالي. وشدد الدكتور معين عبد الملك على أهمية استكمال عملية الإصلاحات في الجوانب الضريبية والجمركية وتحصيل الرسوم خاصة من كبار المكلفين وضبط عمليات التحصيل بحيث تورد إلى الخزينة العامة للدولة، موجها بالالتزام بالقوانين النافذة في تحصيل الضرائب والجمارك وعدم فرض أي جبايات غير قانونية، مشيدا بالجهود التي تبذلها وزارة المالية والمصالح التابعة لها في تنفيذ خطة الإصلاحات وما حققته على صعيد تنمية الإيرادات وتقليص النفقات، ومؤكدا على مضاعفة وتكثيف الجهود بما يؤدي إلى تنفيذ ما تبقى في خطة الإصلاحات وفق مسار سريع. دشن بالعاصمة عدن توقيع عدد من الاتفاقيات ضمن مشروع استخدام الطاقة المتجددة لتحسين جودة الحياة في بلادنا لتشغيل 12 مشروع لمياه الشرب باستخدام تقنيات الطاقة الشمسية في محافظة حضرموت وأبين ولحج
بمساهمة ثلاثية من البرنامج السعودي للتنمية والإعمار وبرنامج الخليج العربي للتنمية جيفند ومؤسسة صلة للتنمية. ويستهدف المشروع محافظتي تعز والحديدة ضمن محافظات حضرموت وأبين ولحج للمساهمة في الوصول إلى مصادر مياه نظيفة وآمنة باستخدام الطاقة الشمسية المتجددة ورفع الكفاءة التشغيلية لمنظومات المياه الشرب وتحقيق الاستفادة أكثر من 62 ألف مستفيد من الفئات الأشد احتياجاً وتحقيق الأمن المائي وتعزيز الصمود الريفي فيما يشمل المشروع إعادة تأهيل الآبار عبر تنفيذ 12 منظومة مياه شرب بالطاقة المتجددة وتوفير 35 منظومة ري وزراعية بالطاقة المتجددة بالإضافة إلى توفير الطاقة ل 20 مرفقا تعليميا وصحيا وإمداد 133 منزلا بالطاقة المتجددة. اطلع محافظ حضرموت ببخوت بن ماضي على احتياجات مديريات الشحر وغير بوزير ودوعن ونشاط مكتبي الثقافة بالساحل والوادي وبحث تحضيرات تدشين مشاريع تخدم 6 مديريات. والتقى المحافظ لجنة إصلاح ذات البين إلى جانب إطلاعه على سير دراسة بكلية المجتمع بالشحر. المزيد في هذا التقرير. عدة لقاءات عقدها محافظ حضرموت مبخوت بن ماضي بالمكلا لمناقشة احتياجات بعض المديريات والمكاتب التنفيذية والمشاريع بالمحافظة، حيث طلع المحافظ على احتياجات مديريتي الشحر وغيلبة وزير في عدد من القطاعات منها اقتناقات الغاز المنزلي والكهرباء وآلية تفعيل العمل بالميناء ومشاكل الصرف الصحي وملعب الشاحت بمديرية الشحر وبحث مشاكل الجفاف بمديرية غيلبة وزير. إلى ذلك أكد المحافظ بن ماضي اهتمام السلطة المحلية بمديرية دوعن، لافتا إلى أن ربط كهرباء دوعن بالغازية تحظى باهتمام السلطة المحلية بالمحافظة، وموجها بإيلاء أولوية لاستئناف العمل بمشروع طريق شتنة الفرضحة البالغ كلفته 4 ملايين دولار بتمويل من السلطة المحلية بالمحافظة. وفي سياق آخر، بحث محافظ حضرموت خطتي نشاط مكتبي الثقافة بساحل ووادي المحافظة للعام القادم والنشاطات والفعاليات الثقافية التي تتضمنها خطتي المكتبين إلى جانب مناقشة الوضع الثقافي بالمحافظة وسبل تنشيط الواقع الثقافي والاهتمام بالمسرح والمكتبات العامة والمجالات الإبداعية. ولبحث الترتيبات لتدشين المرحلة الرابعة لمشروع المساعدات الغذائية مقابل الأصول، اطلع المحافظ على المشاريع التي ستخدم 6 مديريات وتستهدف 250 مستفيد يحصلون على رواتب شهرية مقابل مساهمتهم في الأعمال التنفيذية التي تشمل تأهيل قنوات الري ومصدات لحماية القرى من السيول واستصلاح الأراضي الزراعية وتأهيل المدارس لمدة 5 أشهر تبدأ من شهر نوفمبر. وفي صعيد آخر، اطلع محافظ حضرموت على سير عملية الدراسة للعام الأكاديمي الجديد بكلية المجتمع بالشحر، متعرفا على الإجراءات في الكلية التي تستوعب 589 طالبا. وأشاد المحافظ بجهود عمادة الكلية في مجال التحديث والتطوير التي تشهده الكلية ولأهمية وحدة الصف من أجل حضرموت. التقى المحافظ لجنة إصلاح ذات البين بساحل المحافظة مشيرا إلى أهمية اللجنة التي تضم شخصيات اعتبارية في مساندة جهود إصلاح ذات البين ودرء الفتن خصوصا في هذه المرحلة المفصلية التي تتطلب التكاتف والوئام لخدمة أبناء حضرموت بعيدا عن أي انتماءات، مؤكدا مباركة السلطة للجهود والمساهمات الرامية لحفظ الأمن وإخماد الفتن ورص الصفوف وإصلاح ذات البين تحت مظلة النظام والقانون. تفقد وكيل حضرموت للشؤون الفنية المهندس أمين بارزيق بمعية مدير عام مكتب وزارة التربية والتعليم بساحل المحافظة الأستاذ أمين بعباد موقع مشروع بناء روضة للأطفال بمنطقة ديس المكلا بالميليشيا بدعم وتمويل من السلطة للمحافظة. وخلال الزيارة التي رافقهما مدير عام مديرية المكلا المهندس صالح العمري، أشار المهندس بارزيق إلى أهمية هذا المشروع الذي سيخدم أطفال وأهالي المنطقة وسيخفف من معاناتهم، مؤكدا على حرص قيادة السلطة المحلية بالمحافظة على إلاء القطاع التربوي والتعليمي اهتماما كبيرا، مشددا في الوقت نفسه على بدء العمل في المشروع وإنجازه في الوقت المحدد مع بداية العام الدراسي القادم. بدوره أشار بعباد إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن رؤية قيادة مكتب الوزارة بالمحافظة وسعيها الجاد في تجاوز كل الإشكالات الناجمة عن الازدحام في رياض الأطفال داخل مديرية المكلا، شاكرا دعم السلطة المحلية في المحافظة لهذا القطاع الحيوي.
أحيت الهيئة التنفيذية لانتقال حضرموت الذكرى 11 لاستشهاد الشاب عبد الله محمد بعيون الذي استشهد بينما كان يشارك في إحدى الفعاليات السلمية للحراك الجنوبي في مدينة المكلا، حيث زار رئيس الهيئة العميد الركن سعيد المحمدي وعددا من أعضاء الهيئة التنفيذية منزل أسرة الشهيد بحي أكتوبر، التقوا والده محمد مفتاح وأفراد أسرته، حيث أكد المحمدي أن قيادة المجلس الانتقالي ستستكمل إنجاز الأهداف التي ضحى من أجلها الشهداء وستواصل السير على نهجهم حتى تحقيق العزة والكرامة لشعب الجنوب بإقامة الدولة الجنوبية الاتحادية التي ناضل الشعب من أجلها وقدم الغالي والنفيس في سبيل الوصول إليها، ناقلا تحيات رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اللواء عيدروس الزبيدي. لليوم الثاني على التوالي يواصل موظفو ومتعاقدو مكتب الضرائب بساحل حضرموت ومكتب فرع الوحدة التنفيذية للضرائب على كبار المكلفين وقفتهم الاحتجاجية للمطالبة بسرعة صرف أراضيهم المتعثرة منذ 20 عام. وناشد المحتجون في الوقفة محافظ حضرموت مبخوت بن ماضي بسرعة التدخل والفصل في الإشكالية القائمة مع مكتب العقار بساحل حضرموت وكشف الأسباب التي تقف خلف عدم صرف أراضيهم كل هذه السنوات، كما أكد المحتجين بأن وقفتهم الاحتجاجية وإضرابهم عن العمل مستمر بشكل يومي ولن ترفع حتى تتم الاستجابة لمطالبهم وتنفيذها، محملين الجهات التي تقف خلف عدم صرف أراضيهم مسؤولية تأثر خزينة المحافظة وعدم رفضها بالموارد المالية المحلية والمشتركة لإيقاف الإيرادات بسبب الإضراب. نحن خلينا الشارع نطالب أراضينا أزيد من عثمان من عام 98 أكثر من 22 عام سنة طالب الأراضي ما عملنا احنا شيء، وأيضا حوافز المتعاقدين ورواتبهم ومكافاتهم لا يعطونهم أي شيء ريال، لا متعاقدين لا يسموا أي حافز أي مكافأة. نحن نطالب أول مطلبنا على الأراضي، ثاني مطلب من المتعاقدين حوافزهم مضمهم إلى الكفات الموظفين الأساسيين، ولهذا خلينا الشارع ما بناخذ نرجع إلى المكتب إلا بنتحقق من طالبنا من الأراضي وحوافز الموظفين والمتعاقدين كلهم. تم صرف المخطط من عام 98 وإلى الآن في سحب له، الموظفين يأسوا يحاولون خاطبوا جميع الجهات وإلى الآن ما ولا واحد سلم أرضية، والمخطط موجود وخايفين إنه البلاطجة يسيطرون على المخطط حقنا ونحن نعين، علشان كذا الناس نزلت طالب بحقوقها موظفين ومتعاقدين. طبعا نحن خرجنا اليوم في وقفتنا هذا عشان المطلب الرئيسي طبعا اللي هو ملف الأراضي اللي له أكثر من 20 سنة تقريبا، من بالضبط أو من 98 أعتقد والحد الآن، أنا لي 32 سنة، هذا السنة 32 وما استلمت أرضية نهائيا، بينما في مرافق حكومية ثانية استلمت مخططين وثلاثة مخططات، ونحن الحد الآن نطالب بهذا الشيء ولا استجابة من حد. أفادت مصادر محلية لقناة المكلا عن وجود تحركات عسكرية في محيط السنترال المركزي بحي باجعمان بمدينة المكلا، وذكرت المصادر أن وجود التحركات العسكرية يرجع إلى استخدام فريق هندسي من صنعاء لتركيب أبراج الاتصال الفورجي بداخل موقع السنترال، وأضافت المصادر أن أبناء حي باجعمان باشروا بإيقاف السيارات التي تحمل الأبراج ومنعوا تركيبها دون معرفة الأسباب. وقالت المصادر أنه بعد إيقاف عملية تركيب الأبراج وصلت إلى محيط السنترال قوة عسكرية إضافية لتمهيد دخول التجهيزات الفنية إلى موقع التركيب بعد إخراجها من قبل أبناء الحي في وقت سابق، هذا ولم تصدر الجهات المعنية أي توضيح حيال ذلك. نظم المنتدى السياسي بجامعة حضرموت المنافسات النهائية لبرنامج المناظرات السياسية واستراتيجية الحوار، وتم خلال المنافسات مناقشة 4 قضايا سياسية تهم الأمة العربية، يتناظر حولها 24 شاب وشابة موزعين على فرق مؤيدة ومعارضة، حظيت جميعها بتقديم الأدلة والحجج والبراهين التي تؤيد آرائهم وجهات نظرهم للقضية المطروحة، هذا وكان قد نظم قبل المنافسات برنامج تدريبي للمشاركين بهدف تعريف الطلاب وإكسابهم فن ومهارة التناظر وكيفية الإقناع بالأدلة العقلية والنقلية لترسيخ مبدأ الحوار البناء واحترام الرأي والرأي الآخر لدى المجتمع من خلال بناء أسس ومبادئ للحوار ذات قيمة إنسانية ومجتمعية لتحقيق السلام ونبذ الكراهية وإرساء حل لقضايا المجتمع في قالب حواري. طبعا برنامج المناظرات برنامج شيق وفريد من نوعه، يمكن اول مره يقام تخصص في الجانب السياسي، يتم خلاله طرح مواضيع سياسيه متخصصه على مستوى الاقليمي والمستوى الدولي،
تم تقسيم الشباب على مجموعة من الأفرقة، فريق مؤيد وفريق معارض، يتم وضع طرح مجموعة من المواضيع تتعلق بالشان الدولي والإقليمي. هناك فريق يؤيد الفكرة وفريق يعارض الفكرة من خلال الأدلة والبراهين ومن خلال بعض الأرقام وبعض الأشياء التي يثبت صحتها أو معارضتها من قبل الطرف الآخر. المناظرات هي دائما ما تحمل شعار متناظرو اليوم هم قادة المستقبل، ففي المناظرات يعني يكتسب الفرد المتناظر عدة صفات القيادة، وهي يعني كالوقوف في المسرح والإلقاء والخطابة وعدم الرهبة، وهذا ما تمثل لنا يعني في هذه المسابقة. تعلمنا في المناظرة كيفية الدفاع عن الرأي، كيفية الدفاع عن القضية وعن آرائنا، كيفية العمل الجماعي، أسس البحث العلمي والسياسي، كيفية الوقوف أمام الجمهور والتحدث بثقة، ثقة بالنفس، تعزيز قوة ذاتية. طبقنا كل ما أملوه علينا أثناء التدريب، أثناء المحاضرات التي حضرناها جميعا. اختيار الفريق كان موفق جدا، عملنا بشكل جماعي. في سيئون أقيمت ورشة تعريفية عن مشروع الأمن الغذائي لتشجيع المزارعين على زراعة محصول القمح للوصول للاكتفاء الذاتي، وناقش 60 مشاركا في الورشة والقتاع عمل علمية متناولة الأمن الغذائي ومتطلبات تحقيقه في اليمن وورقة محصول القمح بين الواقع والطموح، إضافة إلى استعراض خطة العمل الميدانية لتنفيذ المشروع الأمن الغذائي. وخلال الورشة أشارت سلطة الوادي والصحراء إلى أن العملية الزراعية في وادي حضرموت تعرضت للتهميش والإهمال لظروف عديدة، مشيدة بالجهود المحلية لإيجاد معالجات حقيقية لمشكلات العمل الزراعي من أجل زيادة الرقعة الزراعية، وداعية إلى تقييم أوجه الدعم المقدمة للعمل الزراعي خلال الفترة الماضية لتفادي تكرار بعض الأخطاء مستقبلا. في المهرة ترأس محافظ المحافظة محمد علي ياسر اجتماعا لرئاسة وأعضاء لجنة المتابعة لجامعة المهرة، وذلك بعد أيام من إصدار قرار رئاسي بإنشاء الجامعة وتعيين الدكتور أنور كلشات رئيسا لها. وخلال الاجتماع أشار المحافظ بن ياسر إلى أن حلم إنشاء الجامعة تحقق اليوم بفضل جهود جميع أبناء المهرة، لافتا إلى أن هذا القرار سيعمل نقلة نوعية وكبيرة في خدمة الجانب التعليمي بالمحافظة. وأكد بن ياسر تقديم السلطة المحلية كافة أوجه الدعم للجامعة حتى استكمال هيكلها التنظيمي وكافة الإجراءات الأخرى المتعلقة بالجامعة، مثمنا الدور الذي ساهم فيه الإخوة في محافظة حضرموت والجهود التي بذلتها جامعة حضرموت في محافظة المهرة، داعيا الجميع إلى تكاتف الجهود، خصوصا وأن الجامعة وليدة التأسيس. من جانبه أشار رئيس جامعة المهرة إلى أن مرحلة التأسيس الجامعة تتطلب من الجميع بذل المزيد من الجهود لبناء جامعة متميزة، لافتا إلى أن أعضاء لجنة المتابعة تعمل على إعداد ومتابعة الموازنات العامة للجامعة وتحديد الرؤية المستقبلية والاستفادة من تجارب الجامعات الأخرى. في شبوة ناقش محافظ المحافظة الشيخ عوض بن الوزير مع فريق من مستشفى البرج الاستشاري في المكلا الترتيبات الخاصة بفتح مركز للقسطرة القلبية في مدينة عتق. وخلال اللقاء رحب المحافظ بن الوزير بفكرة فتح مركز للقسطرة القلبية بالمحافظة لما لذلك من أهمية قصوى في حياة مرضى القلب بالمحافظة وتخفيف الأعباء المالية وعناء السفر إلى الخارج، مبدئا استعداد السلطة لتقديم التسهيلات اللازمة لضمان فتح المركز وتشغيله ليقدم خدماته الجليلة لأبناء المحافظة وخاصة مرضى القلب وشرايين منهم. وأكد الاجتماع عن استعداد الكامل وبحسب توجيهات المحافظ للمساهمة الفاعلة في إنجاح جهود فتح المركز وتقديم التسهيلات اللازمة لذلك، والحرص على التنسيق والتعاون اللازم في الترتيبات الجارية لافتتاح المركز وخلال فترة التشغيل. ختام النشرة هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. رئيس حكومة المناصفة يناقش سير الإصلاحات في الجوانب الضريبية والجمركية. توقيع عدد من الاتفاقيات في العاصمة عدن ضمن مشروع استخدام الطاقة المتجددة لتحسين جودة الحياة في 5 محافظات. محافظ حضرموت يطلع على احتياجات بعض المديريات والمكاتب التنفيذية والمشاريع بالمحافظة. نشرتنا الإخبارية انتهت، شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.